تحية لكم من القريتين نزالة، القريتين التي دخلتها داعش وتركت فيها ما تركت من هذا الدمار الروحي والدمار البشري والدمار العمراني. القريتين منذ الألف الثالث وجدت وصلتها المسيحية في القرون الأولى وبقيت مسيحية بالكامل حتى القرن الثالث عشر. سريانية الهوية، أسقفية في ولاية فينيقيا اللبنانية وتتبع إلى دمشق، فيها مارليان الشرقي سان جوليان الملقب بالشيخ الشهير منذ 900 للميلاد، شفيع المجانين وشافيهم. كان فيها 300 عائلة مسيحية، قتل منها من قتل، شرد من شرد، وغادر الجميع عنها ولها تاريخيا وحضاريا وإنسانيا. وما حل بها أجراس المشرق أتت إليها إلى القريتين المنكوبة لتحاور. الأستاذة ورود إبراهيم وهي تحمل دبلوما في الآثار وكانت مديرة التنقيب في موقع القريتين، والأب زهري خزعل ابن القريتين الشاهد والذي كان ربما أصبح شهيدا. قبل الحوار تقرير عن القريتين. القريتين هي نزالة التي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وجمعت نزالة مع حصر عينان فسميت القريتين. كانت أسقفية في ولاية فينيقيا اللبنانية وتابعة لمتروبوليتية دمشق. حضر أسقفها مجمع خلق دنيا عام 451 وقال عنها ياقوت الحموي في معجم البلدان إنها من أعمال حمص وأهلها كلهم نصارى، وظل أهلها مسيحيون حتى غروب القرن الثالث عشر، ثم بدأوا يصبحون أقلية. اشتهر فيها خطاطون كبار مثل القس ستيفانوس عام 992 والقس يوحنا آل مسعود عام 1446 وفي هدير مارليان الشرقي الشهير وكنيستان. كان أهلها يعملون بالزراعة البعلية التي منعتها الدولة لمكافحة التصحر، فاعتمدوا على زراعة المروية من الآبار والينابيع التي جفت، واشتهرت بالعنب القرواني وهو من أفضل أنواع عنب المائدة لحلاوته، كما اعتمدوا على تربية المواشي والأبقار والدواجن والصيد وعلى الوظائف الحكومية، وعمل كثيرون منهم في مناجم الفوسفات القريبة ومؤسسة الرمال، واغترب بعضهم إلى الخليج. القريتين مركز ناحية يتبع محافظة حمص، فيها 7 مدارس ابتدائية ومدرستان للمراحل المتوسطة والثانوية ومدرسة صناعية مهنية. ارتفع عدد سكانها إلى نحو 45,000 نسمة، بقي منهم بعد تحريرها من داعش نحو 6,000، فيما غادر المسيحيون المدينة وعددهم 300 عائلة. تتداخل بيوت المسيحيين المهجورة ببيوت المسلمين، وقد دلنا الأب زهري خزعل على بيوت جيرانه قائلاً إنه رضع من أثداء السيدات المسلمات. تخرج من القريتين وأنت تقول لقد تغير الكثير. أهلاً بكم في أجراس المشرق من القريتين. أستاذة ورود إبراهيم أهلاً بك في أجراس المشرق. سيدتي هل نبدأ من القريتين من لحظة حضورها الأول في التاريخ
من اسمها القديم نزالا. القريتين أول ذكور لها كان في وثائق ماري تل الحرير، تحدثت هذه الوثائق عن أهمية القريتين كموقع تجاري هام على طريق الحرير، وأنها الواصلة بين بلاد ما بين النهرين ومناطق بلاد الساحل. لذلك فالقريتين كان موقع جدا مهم، وهذه أقدم الوثائق التي تحدثنا عنها. لكن متى هذه الوثائق؟ تعود إلى الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد تماما. والشيء الأهم من ذلك، من كان يسكنها في ذلك الوقت؟ هو الشعب اللي بيعود، نحن إذا بنقول الألف الثالث قبل الميلاد بالنسبة لسكان سوريا، نحن بنقول إنه سلالة الآراميين أو البابليين اللي كانوا موجودين في المنطقة. فنحن نعرف أنه هاي المناطق من المناطق الداخلية الهامة. وفي تحدث آخر لهذه الوثائق تتحدث عن أهمية القريتين نزالة التي لها كانت علاقة وطيدة مع قطنة المشرفة، تل المشرفة، وهو الذي كان هو في شرق حمص. نعم، هو شرق حمص، وهو من التلال المسورة المهمة التي تعود أيضا إلى بدايات الألف الثالث والثاني قبل الميلاد. هل نتكلم عن دورها في العصر الروماني سيدتي؟ قبل العصر الروماني يا صديقي يجب أن نذكر حصر عينان. حصر عينان أو عيناتا هو الاسم الآرامي المهم الذي أريد أن أنوه عنه، أن القريتين أو نزالة لم تنقطع فيها الحياة، كانت أمورية ثم أصبحت آرامية، فالحياة استمرت فيها حتى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. فوجدت باسم حصر عينان، وذكرها الكتاب المقدس سفر التكوين، وتحدث عن هذه المكان المهم الموجود في البادية والذي يملك العيون من اسمه حصر عينان أو عيناتا. الأهم من ذلك بالفترة الرومانية، والتي هي الفترة التي توسعت فيها عن وادي العين الموجود، هو هذا التل الأثري الذي يجب علينا أن نقوم بتنقيبات ضمن هذا التل، لأنه للأسف لم تجرى فيه تنقيبات إلا مسح بسيط قام فيه الدكتور مقدسي بال 1995، وما أعطى نتائج كثيرة عن هذا المكان. أبونا زهري خزعل، هل تسمح لي أن أعرف عنك السادة الذين يشاهدون؟ أبونا خزعل ابن هذه البلدة، شاهد عيان على المأساة، على القتل، على الخطف، وضع نفسه في خدمة أهل بلده. سأسأله عنها، عن واقعها. سيدي، لنبدأ بواقع البلدة سكانياً قبل الحرب، وكيف دخلت إليها الحرب؟ القريتين هي في وسط هذا الصحراء، دخلها الإسلام وصار المعيشة ما بين مسلمين ومسيحيين بالقريتين لا يعرف معنى هاي قيمة التعايش أو العيش المشترك ما بين الإسلام والمسيحيين إلا من سكن القريتين أو زائر أو إله صديق من القريتين. نعم. والقرواني هو برات القريتين، أطيب وأفضل. القرواني أعزائي يعني ابن القريتين. ابن القريتين. هو أفضل من لما بيكون داخل القريتين. ما بفتكر في زمن من الأزمان بيّن أنه في شخص مسيحي أو شخص مسلم. إذا بتمشي بالشوارع مستحيل تعرف أنه هذا بيت واحد مسيحي أو هذا بيت واحد مسلم. ما الذي تغير؟ تغير هي حرب الأعداء بصراحة. الشيء اللي تغير دخول ما يسمون أنفسهم هن ثوار على القريتين، وخاصة لما كانوا بالبداية. هل كلهم غرباء؟ لا، كانوا في منهم كثير من أهل البلد، ولكن انشروا بالمال، كان في شراء، وهن ما هن لا يمثلوا القريتين، و90% هن بالأساس ما هن قراوني. نعم. وأنا مصر على هذا الموضوع، من خرب القريتين هو ما هو قرواني نهائيا. في زمن من الأزمنة كان في بدو رحل موجودين حوالي القريتين، فهن استوطنوا بالقريتين، وقبل أحداث 2011 هن عملوا أكثر من قصة، قتلوا مؤذن جامع، هن حرقوا البلدية، قتلوا فتاة، يعني عملوا مشاكل. هذول الأشخاص هن محسوبين على القريتين، ولكن هن بالأساس وجذورهم
لا هي آرامية ولا هي سريانية ولا هن من القريتين، لا مسيحيين ولا مسلمين. نعم أستاذة ورود، سنتابع معك في التاريخ القريتين في العصر البيزنطي. نعم، هنا كانت بالعصر البيزنطي أيضا من المواقع، بالإضافة إلى أنها ظلت مستمرة كموقع تجاري هام، أصبحت أيضا كطريق لمسيرة الحج إلى القدس. فنحن نعلم أن بهذه الفترة نشطت أيضا الديانة المسيحية، وكان المسير الحج يتم أيضا من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية. ونحن القريتين كنعلم كحدود لها حدود أيضا إلى المنطقة الجنوبية مع السويداء، وهذا أدهشني جدا من خلال بعض اللقاءات مع الأشخاص البدو الرعاة، فكانوا يقولوا لي أنه في منطقة قريبة على السويداء موجودة للقريتين بالبادية، هي لها حجارة بازلتية وغريبة شكل وفيها آثار بيزنطية، صلبان كانوا يوصفوا لي وقبور فلذلك فهو طريق مهم. أنت كنت مديرة موقع مارليان في البعثة الوطنية السورية للتنقيب، ما هي نتائج التنقيبات التي حصلتم عليها؟ ضمن مساحة الدير الموجودة، الدير محاوط بسور ويوجد كنيسة بتعود لل 1938. نحن آلت هذه الكنيسة بأساساتها للسقوط وساعدنا إلى التنقيب، موجود القبر ما زال موجود من الرخام موجود ضمن هذا المكان. كانت في كنيسة 1938 تمت إزالتها بسبب رطوبة بأساساتها، وهذا ساعدنا أننا نحصر على كنيستين، واحدة بتعود إلى القرن التاسع عشر ونفسها استمرت إلى القرن الثامن عشر ميلادي. وهذا أعطانا فكرة حتى بالفترات العثمانية أنه ظل المكان مسيحي، لم يتغير بمعالمه وظل ككنيسة. كيف تم توثيق هذا المكان؟ من خلال الكسر الفخارية التي عثرنا عليها والزجاجية وبعض القطع النقدية. لكن الأهم من ذلك يا صديقي، كنت عم بحفر عند مدخل باب الكنيسة، فأنا ما متوقعة وطلعت معي عتبة مبلطة بتعود للفترة العثمانية، وفجأة زبطت مقاطعها وخلاص أنه بدي أرسمها، فمن هون المدخل. فأنا ما بعود بتوقع كمنقبة أنه يوجد شيء تحت هذه الرصفة الجميلة، فعم زبط المقطع ولا فجأة بيطلع معي درس إنسان، أنه شو بده يجيب الدرس على العتبة يعني. نعم. بهذا الشيء بالفعل غمرت، قمت بتصويرها برفعها هندسيا وغمرت وعثرت، وكانت الدهشة هنا بأن عثرت على أول تجميع للعظم مع شعر إنسان وصليب. هي مقبرة. نعم مقبرة. نعم. وكانت بداية لمقبرة جدا مهمة. إلى العصر القرن الرابع عشر الميلادي. طبعا. بالفترة المملوكية، وهذا أيضا دليل آخر على وجود استمرار. نعم. الحياة. نعم. الدينية المسيحية في هذا الدير. لكن هذه المقبرة كانت جدا مهمة، طريقة الحفظ كانت فظيعة. نحن فتحنا القبور جميعها كانت بشكل حرف تي بالإنجليزي، هذا أعطاني أيضا صديقي أنه أنا أقوم بالحفر. إذا المقبرة أنا طلعت في ساحة الدير، فأعطاني أنه الكنيسة حتكون ملاصقة، الأقدم هي ملاصقة لهذه المقبرة. وبالفعل قمنا بالحفر بموازاة هذه المقبرة، وكانت الدهشة. عثرنا على كنيسة مملوكية وعثرنا على كنيسة بأساساتها. نعم. بالإضافة أنها بالعصر العباسي كانت ثنائية الهياكل، أو وضح معنا كمان في أنه ثلاثية الهياكل، لم نستمر بالتنقيب بذلك المكان لكن تم رفعه كله ومساقطه. وبالإضافة والأهم طلع معنا مدخل لهذه الكنيسة بالاتجاه الغربي لها، مدخل ضخم من الحجر الأسود الموجود مقالعه في مناطق قريبة على خان العنابة ناقورة، يسموه جبل العبدة والعبد من كتل سوداء. جربنا بمدخل الباب اللي موجود ماريان قياسات، طلع نازل نفس السوية. السوية نعم نفسه نزل الباب الموجود. نعم. عندنا بالقرن السابع. شكرا. أبونا خزعل، أنت خارج من مأساة القريتين، لم تعد إليها بعد تحريرها إلا اليوم، ونحن شاكرين لك أنك رافقت أجراسي المشرق إلى القريتين.
لماذا؟ يعني أنا بتربطني بالقريتين هي تاريخي، شبابي، طفولتي، ناسي، أهلي، ما فيها حدا. تربطني بالقريتين قبر أبي، قبر أمي، فهن دواعش مسحوه، ما في شيء إلي بالقريتين. كان يربطني ماريليان، ما ضل ماريليان. كان يربطني أصدقاء مسلمين، ما ضلوا موجودين، ما ضل يربطني شيء بالقريتين. ألا تفكر، ألا تحلم كيف يمكن أن تعود إلى بلدتك؟ لا، ما بدي أحلم هذا الحلم لأنه ممكن لا يتحقق. ألا تشعر بالقسوة؟ ممكن. نعم. طب هناك مأساة في عائلتك أبونا، أنت عشتها، كيف تصفها؟ ماذا فعلت؟ هلا هي أول مأساة هو لما اختطفوا لجبل الأبتر. من خطف من عائلتك؟ أكثر من 100 وشوي. 100 شخص. 100 شخص. نعم. أطفال، نساء، شباب. أكثر مأساة يمكن لما قتلوا لي أول ابن عم، قتلوا لي إياه بالقريتين، كان فهيد أبو يعقوب، رميا بالرصاص، كبوه جثته كب. كان شيء كثير مؤلم. القريتين ما مر عليها بتاريخها اللي حسب العلماء تعود إلى ما قبل التاريخ، ما مر عليها الوحشية اللي مرت من داعش نهائيا، ولذلك كان ألم كثير قوي يعصر قلبي. وأنا كنت متفاجئ أنه بدي أشخاص يوقفوا جنبي، لأنه لحالي ما بقدر أعمل شيء، بدي أشخاص من الطرفين، بدي أشخاص مسيحيين وأشخاص مسلمين. وحقيقة بعدين ربنا بعث لي هذول الأشخاص ووقفوا جنبي، وقدرت أني أشتغل وأطالع نتيجة. شخصيا رضيان على هاي النتيجة، ولكن في حسرة كثير قوية بقلبي بفقداني مرت عمي، ما حصلت شباب، وشاب ثاني من بيت غريب، والشاب الآخر هو بطل من أبطال القريتين بكل معنى كلمة بطل. كان ويليام الخوري. ويليام أنا بصير خاله. كنت كل يوم بتواصل أنا وياه وبعطيه الخطة بالليل، ونحن بننفذ أنا وياه بالنهار. ماذا تنفذون؟ عملية إجلاء المسيحيين من القريتين. نعم. لأنه الضغط اللي كان موجود عليهم، الذل اللي كانوا عايشينه هون، ممكن هن ما كانوا حاسين بقيمة هذا الذل بقدر ما نحن اللي كنا بالمناطق المسيطر عليها الدولة حاسين بشو معنات الذل اللي هن عايشينه. كان ذل كثير كبير، ولذلك كنت مصر أنه ما يضل منهم حدا نهائيا، لازم الكل يطلعوا شو من كان الثمن، حتى لو بدي يموت منا عالم ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، بدي أموت أنا كمان ما كان عندي مشكلة. أنت متى خرجت من القريتين؟ أنا صلي 25 سنة خارج من القريتين. يعني من أنا كاهن بكنيسة أم الزنار بحمص من سنة 95. نعم. من 90 أنا طالع برات القريتين. هل استطعت إخراج جميع المسيحيين من القريتين؟ الكل جميعا. نعم. 300 عائلة؟ 300 عائلة، هن كان في قسم كثير كبير منهم طلع لوحده. نعم. ببداية الساعة 7 لما بدأ الهجوم الداعشي بالليل على القريتين، للساعة 4 وجه الصبح اللي قدر يطلع طلع، بعد الساعة 6 صباحا ما حدا قدر يطلع نهائيا، فهن جمعوهم كلياتهم، شاب من شباب القريتين هو اللي جمعهم وسلمهم للدواعش كلياتهم. كانوا 270 من أهالي القريتين. نعم، من أهالي القريتين، واسمه معروف، وكان معه مجموعة كمان، كم شاب من شباب القريتين اللي ساعدوه بهذا الشيء.
طبعا وقت اللي خرجت العالم خرجت إسلام ومسيحية، كل حدا لا يحب الحرب ولا يحب الدمار فهو خرج، وهذا نحن قدرنا كمسيحيين بالمنطقة، هم قدرهم أن يدمروا ونحن قدرنا أن نبني. نحن ما بنقدر، العين ما بتقاوم مخرز، لا تعاليمنا ولا ديننا ولا تربيتنا ببيوت أهالينا تسمح لنا لا بحمل سلاح ولا بقتال ولا ب. ولكن هناك مناطق مسيحية أخرى حملت السلاح. وأنا مع أنه هن حملوا السلاح، ولكن نحن بهاي المنطقة كان الجيش هو مطاوق المنطقة كاملة. نحن لا نشكل نسبة 5% موجودين بالقريتين لحتى نحن نكون مميزين نشيل سلاح ضد حدا آخر. كان لازم يكون في ذوي إرادة طيبة بالقريتين أشخاص، ولكن غيبوا هذول الأشخاص، وفي منهم بقدر بقول بكل صراحة هن كانوا جبناء خرجوا من القريتين قبل ما يصير دخول داعش. هذول الأشخاص كان هن لازم يكونوا عم يفكروا بهذا الموضوع. هل كان هناك أبونا خزعل تكاذب في علاقة القريتين بين أهلها بين بعضهم البعض، أو بالمحيط البدوي الذي كان يحج إلى مارليان؟ هذا التكاتف كان ما قبل 2011. بعد 2011 ما صار في نظرات ما هي كويسة. أنا كنت أدخل على القريتين مرة، أنا هارب من حمص مشان أجي أقعد أنا بالقريتين، فكانت العين حمراء، طلعت بنفس الليلة ما نمت أنا بالقريتين. صار دخول أشخاص غيروا عقل القراونة، يعني ما ظل هذا العقل هو نفس العقل اللي نحن كنا متعايشين معه. صار في تعصب، صار نشوف هل هي سبب هجرة أو تهجير أشخاص من حمص دخلوا للقريتين، فبهالدخول صرنا نشوف في ما حجاب أكثر من حجاب. نحن كان الحجاب بالقريتين وضع طبيعي أو الإيشار موجود عند المسيحيين وعند المسلمين، بس بعدين صار في صرنا نشوف شيء تعصب ما هو طبيعي ما هو كويس. هذا التعصب صار يحط في أشخاص باعت بيوتها وطلعت للمدينة، في أشخاص هن بقوا محافظين على بيوتهم وظلوا قاعدين بهذه المنطقة. أما لا أستاذة ورود، ما العلاقة التي تربط القريتين حوارين مهين صدد؟ في آخر سؤال في هذا المحور. تمام. الذي تربطهم بالنسبة لصدد، صدد تعود لنفس الفترة التي تعود لها القريتين أو نزالة للألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد. حوارين بالنسبة للفترة البيزنطية، فنحن نعرف أن بحوارين وجدت 7 كنائس، وأنا كان كذلك نقبت في ذلك المكان، واستمرت أيضا من الفترات إذا بدك البيزنطية حتى الفترات بداية القرن 19 ظلت الحياة المسيحية موجودة. هذه العلاقة قوية جدا. نحن في موقع بادية مهم، أنا قمت ببعض المسح البسيط للمنطقة وعثرت على كثير من الآثار الرومانية والآثار البيزنطية متوزعة بالبادية بشكل كبير، وهذا شيء مهم جدا يعني. بس للأسف البادية ليست ممسوحة بشكل كافي لنتعرف على حضارتها المليئة. حتى بالمسح الأثري الذي قمت فيه للدير بداية قبل ما نقوم بأسبار تنقيبية، عثرت حتى على قطع من الصوان. الصوان هو جاي من السحل، ولاحظنا على الطريق إذا لاحظ في تلال صغيرة، هذه التلال تعود إلى ما قبل التاريخ بشكلها، نحن نعرف تكوينها. نعم. والإضافة إلى تدمر، ما منسى. نعم. تدمر. نعم. القوم أنه وجود فيها هذه. اسمح لنا نتوقف مع فاصل أعزائي، فاصل ونعود إلى الحوار من القريتين عن القريتين مع الأستاذ ورود إبراهيم والأب زهري خزعل. انتظرونا إذا أحببتم. أهلا بكم في أجراس المشرق من القريتين أعزائي. قبل أن نعود إلى الحوار سنقدم لكم تقريرا عن ماريليان
الشرقي في القريتين. منذ أكثر من 1000 عام بقي الناس يحجون إلى ماريليان في القريتين، وكان جميع أهل المنطقة يلجأون إليه لشفاء العاهات والمشلولين والمجانين. يتركون أبناءهم ومرضاهم يبيتون قرب ناووسه الذي يضم جثمانه الذي حافظ على شكله قبل أن يسرق مؤخراً. إنه مارلياس الشرقي الملقب بالشيخ. يختلف رواة التقليد المسيحي في أصله، فالبعض يرى أنه فارسي جاء زائراً، والبعض يقول إنه حضر مجمع نيقيا عام 325 للميلاد، ثم صار بطريركاً على أنطاكيا عام 366. وهذا غير ثابت، لكن لمارليان وقع عظيم في الكنيسة السريانية، لأنها تقول إنه وشح مار فرام بالأسكيم الرهباني، وإن تلامذته نقلوا جثمانه بعد وفاته عام 367 للميلاد إلى جوار القريتين، ووضعوه في ناووس بقي حتى جرفته همجية داعش مؤخراً. وكان الأهالي عبر التاريخ مسلمين ومسيحيين ومن البدو أيضاً يحتفلون بعيده في 9 من أيلول/سبتمبر. كان على الناووس كتابة سريانية، وللمقام باب من خشب الأرز يعود إلى القرن السابع، موجود الآن في متحف دمشق. وكان في الكنيسة قبر للقديس سمعان الذي يظن أنه سمعان الثالوث، وتعني المتباله تقرباً من الله. بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا سلم دير مارموس الحبشي ومارليان إلى السريان الكاثوليك الذين قاموا بتوسعته، ودشنت الكنيسة الجديدة عام 2006، وقد أحرقها الدواهش وحطموا المذبح وعبثوا بغرف الدير 16، كما دمروا قبور المسيحيين والمسلمين. أهلا بكم أستاذة ورود. ماذا عن كنائس القريتين غير كنيسة مارليان؟ في وثائق القرن التاسع ميلادي تحدثنا أن مار توما الرسول قد مر من القريتين بأثناء مسيره إلى الهند، واعتنقت القريتين المسيحية، ويوجد دير يسمى مار توما بني فوقه جامع، بالإضافة إلى دير آخر اسمه دير مار أبي ريشا، وأيضا ذكره الكتاب المقدس بسفر التكوين عن هذا الدير المهم. لكن كنائس القريتين للأسف المخطوطات التي تحدثنا عنها كانت موجودة بالدير، لكنها أغلبها تم إحراقها بأسباب كانت من الطائفة الغربية، لذلك معلوماتنا عن كنائس القريتين قليلة نوعا ما. لكن إذا نشاهد بعض المعالم المسيحية الموجودة كصلبان وتيجان تعود لتلك الفترة متناثرة في القريتين. نعم الموجودة. نعم. أبونا خزعل، هل تصف لنا العلاقة بمارليان من قبل أهل القريتين والبلدات المحيطة بها، أو حتى البدو الموجودين في محيط القريتين، من مشاهداتك سيدي؟ مارليان هو كقديس ودير موجود وسبب بركة للصحراء ككل، فكانت تأمه المسيحيين ومسلمين، حتى المسلمين كانوا بسموه أحمد الحوري. ماذا يعني أحمد الحوري؟ ولي من أولياء الله الصالحين، ولذلك كانوا بفتكر يمكن المنطقة الوحيدة اللي كانت تؤدي نذور إلى معابد مسيحية هي كانت القريتين، أو المسلمين القريتين، أو البدو، أو الزكاة أو ما شئت أن تسميه. ولكن هذا غير مسموح، غير مسموح عند المسلمين، ولكن عند مارليان كان مسموح. و هو كان شفيع للمنطقة، شفاعته كل حدا كان يحس أنه مارليان هو حامي هاي المنطقة،
حتى لما كانوا جماعتنا بالأسر كانوا يقولوا أنه مارليان هو اللي كان حامينا، حاسين بوجود مارليان. لما الغنم بدها تولد يصيح مارليان، لما الزرع بده يطلع يقولوا مارليان، لما بدها الدنيا تشتي لأنه المنطقة بدون مطر ما راح يكون في معيشة، فكان مارليان يكون حاضر. ولذلك كانت لما يصير عيد مارليان بتسعة أيلول فيخرجوا كل القرابين والمحيطين، لأنه كان في منزل عربي يصير حول القريتين على وادي العين أو على عند الكروم، فكان كلياته يطلع على القريتين. وكثير من الأغاني غنت بالتراث القرواني على الدير وعلى المشي على طريق الدير والمياه اللي كانت موجودة بالدير، فكان هو شفيع حقيقة لكل حدا كان بالقريتين. أستاذة ورود، أنتم نقبتم كما قلت دير مارليان وفتحتم ناوسه، ماذا وجدتم؟ يعني وجدنا نفس ما تذكره المخطوطات عن هذا القديس، وأيضا ما يذكره الشعب هنا يقول مارليان حي. دائما كان بيقولوا لي انه انفتح القبر بالقرن التاسع عشر وانه شافوا جسمان. طبعا انا من ناحيه علميه ما كثير بقود بهذه المساله، لكن اللي حفزني وقت قلت لك طلعت معي مقبره الرهبان وطريقه الحفظ الفظيعه، حتى الشعر طلع معي وكل شيء واللباس، فادى بي الفضول. في كان زاويه مكسوره جنوبيه بقلب القبر، فالشاب الذي معي قال انه ليش ما بتفتح القبر، مزبوط كلام الناس اذا طلع معنا هيك هياكل فمزبوط كلام الناس انه جسمان. وبالفعل طلبت من راعي الكنيسة الأب يعقوب لفتح هذا المكان، وقمت بالتصوير وفعلا لقيت الأقدام. لا ما قدرت فوت الكاميرا منيح، لقيت جزء من هذه الأقدام سليمة محنطة شبه طنق، لكن ما أنا محنطة، عملت لأنه تست عنها ومقارنتها مع مومياءات تدمر، هي محافظة عليها الطبيعة وعمل الحذاء الموجود لهذا الشخص، وأنا مصوريته وموثقته لهذا الشيء. وبالإضافة إلى العربة، يعني كان عندي عربي نفس ما بتذكروا أنه تم نقله على عربي، ويوجد دولاب معدني داخل هذا القبر، بالإضافة إلى تجمعات كثيرة من الهياكل العظمية ما قدرت، يعني هاي اللي رصدتها الكاميرا داخل هذه الزاوية البسيطة. أبونا خزعل، لم تتوانى عن العمل لتحرير بنات القريتين التي خطفهم داعش، هل تسمح لنا بأن تروي القصة للناس، أن تروي عملك هذا وهو يشبه أن يكاد يكون عمل رسول انتحاري؟ أنا كنت حابب أصور بكنيستي لأنه بعتز وبفتخر فيها، ولكن سبب الدمار الكبير هو اللي منعنا عن التصوير بكنيستنا، كمان اسمها كنيسة مارليان ولكن هي طفولتي فيها، شبابي إلى آخره. حبي أنا قبل دخول داعش للقريتين كان في انخطف من نساء القريتين 10 نساء مسلمات، وبيناتهم كمان في أطفال ونساء كبار في العمر، و بقيت فترة كثير طويلة وأنا عم بقاتل وعم أبحث وين هن موجودين، وبعدين لقيتهم وتم تحرير النساء والأطفال ورجل، وجبتهم على القريتين وسلمناهم لأهاليهم. لما خرجوا كل مسيحي القريتين من القريتين وقدرنا أنه يتم هذا التحرير، ظل في عنا نحن مفقود 6 شباب، 5 من القريتين، 1 من صدد. بين الخمسة من القريتين هو صهر القريتين، هو من القامشلي، و4 بنات معهم طفلة. الطفلة كان عمرها 40 يوم. بدأنا بالبحث حقيقة وطال الوقت بالبحث، أشهر أخذ معنا، حتى بالأخير إجاني خبر من شخص أنه هن موجودين في الرقة، بإمكانك تتواصل على هذا الرقم. شخص اسمه أبو أحمد الطائي، هو من أمير أسرى داعش،
فتم التواصل معه عن طريق الواتساب كتابة، وكل اللي عم بحكيه هو موجود كتابة بيني وبين أبو أحمد الطائي اللي هو يسمي نفسه أمير أسرى داعش أو أمير أسرى الدولة الإسلامية، ما بيقبل هو داعش. وكان كثير حذروني كيفية التكلم مع هذا الشخص، وشلون أنا لازم أني أخاطبه، وشلون أنا لازم أكتب، وشلون أنا بدي يصير في أعمل له عاطفة يعني يتعاطف معي. وبدأت الحديث معه، ضليت تقريبا أشهر وأنا عم بحكي معه، وكان هو سبب فدية يعني، هو بالأخير بده رقم مالي. بعد ما سلمت الرقم المالي فهمت أنه هو ما بده رقم مالي، المصاري ما بتهم داعش. قال لي أنا بس مشان أذلك وأذل المسيحيين أخذت هذا الرقم، ولكن هذا الرقم ممكن أني أغلي عليه بريق شاي، يعني ما كثير بيهمني أنا المال. هل ذهبت إلى الرقة؟ أنا وصلت إلى الشدادة، هي حدود الرقة، من القامشلي للحسكة، من الحسكة للحدود. كان معي شخص فقط واحد، كان عم يساعدوني أشخاص كثيرين حقيقة من وراء الكواليس، ولكن معي شخص واحد هو كان موجود معي به. وجلبت الأسرة؟ جبت الأربع بنات، الأربع بنات والطفلة والدكتور بشير دنهش من صداد. وكانت أيامها كتير باردة، أيام لما بدي أتذكر هذيك اللحظات، هي لحظات كثير صعبة حقيقة. هن وعدوني خلال 6 ساعات بيعطوني الأسرة، ولكن خلوني 6 أيام تقريبا. 6 أيام كانت كثير ستريس على حياتي، وأنا كنت بمنطقة لا يملكها أحد، لا أحد يسيطر عليها، لا الأكراد من هاي الجهة ولا داعش من هاي الجهة، والسماء مفتوح لكل الطائرات من تحالف وغيره. نعم. بالسماء. ولذلك كانت 6 أيام صعبة كتير حقيقة، ولكن كان أحس أنه العذرة هي مضللتنا، صلوات العالم اللي كانوا عم يصلونا لنجاح هاي المهمة كتر خير الله هي نجحت وجبنا الأسرة. أبونا خزعل، أنت كاهن، الذين ذبحوا عمك وعائلتك تعرفهم. أولا القصة، قصة ما حصل، ثانيا هل تسامح؟ هلا موضوع المسامحة موضوع يعني بيني وبين ربي، لأنه أنا بقول لو قلعوا لي عيني وأعطوني كل جواهر الدنيا حطوها بعيني بترجع لي عيني؟ ما بترجع لي عيني. دم أخي ما مثل دم أخوهم مهما كلف الأمر، ما بنضحك على بعضنا، نحن بشر بالنتيجة النهائية. قصة قتل أو استشهاد، لأنه هو شهيد، أبو يعقوب فهيد، هي قصة عمك. نعم. نعم، هي قصة مؤلمة حقيقة. 2 أولاد صغار شهدوا عليه أنه هو شغلهم، كان ضمن العقد الذمي اللي موقع مع أبو بكر البغدادي مع مسيحية القريتين بأنه المسيحي ما بيصير يشغل المسلم. فهنا راح يساعدوه مساعدة وأعطاهم مصاري أكثر من المبلغ اللي كان لازم، ولكن 2 أطفال راحوا اشتكوا لداعش أنه هذا الشخص هو شغل معه مسلمين، فهو قتل لهذا السبب. أما العائلة فهي كان هو حقيقة كان اشتباك، هاي موثق بتصوير مع الدولة لأن هن مصورين كانوا هاي المعركة. هن دخلوا قتلوا كل شخص موجود في المزرعة حتى يتهموا الجيش بأنه هو من قتل، حتى يعطوا أنه صفة ما هي كويسة، أنه نحن لما كنا نحن موجودين على الأرض نحن ما قتلناهم، بينما لما بده يدخل الجيش هو رح يقتل ورح يدمر و و و إلى آخره. فنحن اللي لقيناهم هن 9، 6 مسيحيين و3 مسلمين، واحد منهم دفناه بنفس المكان اللي هو الشهيد ويليام. أول شيء ما لقيناه، بعدين بعد فترة دخلنا ولقيناه.
كان معي ابن عمي، يعني عم يحط بالكياس امه واخواته بقلب الكيس تبع الهلال اللي مشان ما تطلع الريحه بيوم ماطر. كان معي وسيم كمان نمر من اولاد عمي، ساعدوني بهذا الموضوع حقيقه مجموعه من البدو كانوا موجودين. كان يظل معي باغلب الاحيان استاذ محامي استاذ غسان طحان، كان يكون معي عديلي فريد، كان اخواتي زهير وسعد الله يضلوا موجودين معي، يضلوا حواليه، يضلوا خايفين انه ممكن ان ينغدر فيي من مكان معين او هيك شيء. الدوله كان دائما تضل على اتصال انا وياها، كشفوك بالمنطقه الفلانيه، عرفوا انه انت بالمنطقه الفلانيه، هن ما هن عرفانين انا كنت ممكن اتنكر، ممكن يكون لباسي غير هذا اللباس، بطلع داعشي معهم، فهن يخافوا ما يعرفوا انه انا من اي فصيل، لانه هن تايهين. نعم. هن عده فصائل، هن نفسهم. نعم. ما بيعرفوا. نعم. بعض. سأسألك كيف تصف هذه التجربه. استاذه ورود ذكر ان بعض البدو ساعدوه، ما العلاقه بين القريتين والبدو تاريخيا؟ هلا لم تكن جيده، اغلب المصادر تذكر انها ليست جيده، وبالاضافه توجد كتابه مؤرخه على باب الدير الصغير تعود الى القرن الرابع عشر، يقوم الخليفة أو الحاكم الموجود بتلك المنطقة بدعوة لحماية الرهبان الموجودين في المكان من البدو، فذلك يؤكد لنا أن كان في هجوم على المكان. أبونا خزعل، المآسي تفتح عيون الإنسان الذي يحكم بصيرته، ماذا تقول بصيرتك عن هذه التجربة القاسية؟ سؤال يمكن أن يكون قاسيا، هل جعلتك مثلا تحقد على المسلمين؟ لا، أنا مستحيل أني أحقد على شخص، مش على المسلمين، على شخص مستحيل أني أحقد. أنا مسامح طبعا، بس هاي التجربة اللي مرينا فيها، صرنا لما بدنا نعمل علاقة مع شخص لازم نعد للعشرة، لازم نعرف مع مين نحن نصادق، مين نحن يكون هو بظهري سيف وين ما كنت أكون. ولذلك بشوف أنه أغلب أهل القريتين كمسيحيين هن رافضين الجية للقريتين، لأنه صار في خيانة من أشخاص هن أقرب المقربين إنا. أنا أغلب العزوات اللي بالقريتين أنا قاعد بعزاهم، رضعان من أمهاتهم. من يعني كم امرأة مسلمة رضعت؟ خمس نساء مسلمات أنا رضعت. يعني أنت أخ لخمس عائلات؟ لخمس عائلات بالمعنى البدوي على الأقل، أو بالمعنى القرواني كمان. بالمعنى القرواني نعم، وبالمعنى القرآني كمان، يعني أنا ما شربت الحليب، هن بيقولوا إلى سبع مرات لازم يشرب الحليب، أنا ظليت أرضى على عمري يمكن أكثر من ثلاث سنوات. ما شاء الله عليك. وكان كل جوارينا يرضعوا، وأمي هي مرضعتهم، يعني ما بس أنا، يعني النساء بالحارة هن مع بعض، هن البعض عم يحكين عم كذا، هذا الولد بكى اللي معه حليب ترضع يعني. نعم. بينما هلق صعب إنه حدا يجي يسكن، ممكن كمان كثير من الأشخاص صعب إني أشوفهم، في أشخاص ممكن صعب إني أشوفهم. أنا أقدر هذا. لدي سؤال، هو سؤال ذو طبيعة إشكالية لأن الشخص إشكالي، وأنا لا أريد أن أحرجك، ولكن لا بد لي وأنا في القريتين أن أسأل عن الأب اليسوعي باولو دالوليو الذي كان في دير مار موسى الحبشي في النبك، وهو كان يتردد إلى القريتين كثيرا. قيل أن داعش أو النصرة قد قتلوه، هذا الأب ما علاقته بالقريتين؟ وكيف تصف هذه العلاقة وكيف تصفه؟ أبونا باولو هو علاقته بالقريتين بسبب علاقة رهبان دير مار موسى بأبونا جاك اللي موجود بدير مارليان بالقريتين، الذي خطفته داعش. التي خطفته داعش.
واللي تم تحريره كمان. نعم. باولو كان هو متردد على القريتين لهي الأسباب، وهو بيعتبر أنه كنسياً المارموسا كان تابع للقريتين، مرات كانت هي القريتين دير مارليان يعني يكون هو الإسقفية، مرات تكون مارموسا هي إسقفية، ممكن كان عنده هذا الفكر أو هذا الشيء. ولكن على موضوع أنه هو عايش أو هو ميت، أنا ما بتوقع أنه هو ميت، بتوقع أنه هو عايش. هذا كلام جديد بالمناسبة، وبفتكر بعد فترة ممكن يطلع نتائج الحديث اللي أنا عم بحكيه. في شيء هلأ ما بقدر أنا بقوله، ولكن ممكن أنه هو موجود. هل هو شيء سلبي عنه؟ ممكن. 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 كم شهيد في القريتين أبونا؟ نحن تقريبا 22 شهيد بدخول داعش، وفي عنا شهداء في أراضي سوريا، منهم في دير الزور، ومنهم في إدلب، ومنهم في درعا، ومنهم في حمص. نعم. أستاذة ورود، بعد كل ما شاهدتي هنا، ماذا تقولين عن القريتين؟ على أدماني حزينة، على أدماني سعيدة، أنه نحن لدينا كبعثة وطنية سورية وثائق من 2001 لل 2011 ضلينا مستمرين بالعمل في هذا المكان. هذه الوثائق نحن مؤهلين أن نعيد هذا المكان ونحييه من جديد، لأن لدينا وثائق علمية لنصحح التاريخ من جديد بأمل أن يعود الحياة إلى هذا المكان. أعزائي، عندما زرت القريتين ذات مرة كان بدوي يجر ابنه لينام قرب قبر مارليان كي يشفى الابن من جنونه. مارليان شفيع المجانين كما قلت وشافيهم. هل تشفى القريتين وسوريا من هذا الجنون؟ هذا أملنا جميعا، نأمل أن يكون مارليان شفيعا لشفاء كل هذا الجنون. أشكر الأب زهري خزعل على حضوره، على صبره. أشكر الأستاذة ورود إبراهيم. أشكر كل من ساعدنا للتصوير في القريتين. أشكر زملائي الأعزاء الذين قطعوا معي هذه المسافة من بيروت إلى القريتين، الأستاذ جهاز نخلي مدير العمليات في المدينة، الزميلة العزيزة لور موراني، الزميل العزيز المصور جمال حيدر، والزميل العزيز المصور أحمد دغيم. أشكركم على طيب متابعتكم، ومن كنيسة السريان الكاثوليك المقصوفة والمحروقة في القريتين، سلام عليكم وسلام لكم.